أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي يكونوا
ولا نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم.